مشاهدينا الكرام، دائما احنا نسلط الضوء في صباح الشارقة على بعض المواضيع المهمة اللي تخص الأسرة داخل المنزل في فقرة نسميها نحن فقرة في بيتنا مريض. نتكلم اليوم، يعاني بعض الأشخاص من انخفاض ضغط الدم، والذي قد يكون طبيعيا أو ربما يشير إلى مرض معين، الأمر الذي يتطلب الحذر واتباع إجراءات صحية سليمة تحد من هذه المشكلة. خلونا نتعرف أكثر مشاهدينا الكرام اليوم ضمن فقرة في بيتنا مريض عن كيفية علاج انخفاض ضغط الدم في المنزل مع عبير نقبي، ولنعود إن شاء الله. حياكم الله مشاهدينا بفقرتنا لليوم في بيتنا مريض. يحدث انخفاض ضغط الدم عندما يصبح الضغط في الشرايين غير طبيعي، وغالبا لا يسبب الضغط المنخفض أي أعراض تدعو للقلق. ولكن لو تعرض أحد أفراد أسرتك في المنزل إلى انخفاض حاد بشكل مفاجئ دون وجود أي مؤشرات مسبقة، فكيف تتصرف في هذه الحالة؟ تفاصيل أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع راح نتعرف عليها من خلال الدكتورة خديجة إسماعيل، أخصائي أول في طب الأسرة. حياك الله ويانا في برنامج صباح الشارقة. أهلا وسهلا دكتورة. حابين نتعرف من خلالك على كيفية التعامل بالشخص المصاب في انخفاض ضغط الحاد. الإجراءات اللازم اتباعها هو وضع المريض على الأرض، مستلقي على الأرض، بحيث يكون مستوى القلب على مستوى الأرجل، مع رفع الأرجل قليلا فوق مستوى القلب لمدة دقيقة لخمس دقائق حتى يعود مجرى الدم إلى القلب ويرتفع ضغط الدم لدى المريض. طبعا في حال الجفاف يفضل أن شرب الكثير من السوائل، وفي حال كان المريض سكر يعاني من هبوط في السكر إعطاء قطعة من الحلوى أو مشروب عصير. طبعا إذا كان مريض ضغط يأخذ أدوية ضغط يفضل نعطي مشروب فيه كمية من الملح. وفي حال أن المريض لم يستجيب طبعا اتصال بالإسعافات لإسعاف المريض في أقرب مركز صحي. طيب دكتورة، لو تحدثينا عن المسببات أو الأعراض التي تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم. المسببات كثيرة طبعا حسب الأعراض وحسب الضغط المقاس في عندما يعاني المريض من انخفاض الضغط. إذا كان الضغط أقل من 90 ل 60 هنا يكون الأعراض تكون تطلع أكثر من إذا كان أقل من 120 ل 80 المعدل الطبيعي. المعدل الطبيعي. نعم. لضغط الدم. طبعا المسببات كثيرة، منها مسببات طبيعية فسيولوجية في الدم، منها أمراض عضوية، منها من الأدوية اللي يأخذها مريض. طبعا المسببات الطبيعية منها الجفاف، جلوس طول اليوم، عدم شرب السوائل، عدم الأكل، طبعا هذا يؤدي إلى هبوط ضغط الدم. كذلك إذا كان بالنسبة للمرأة الحامل شيء طبيعي أن يكون عندها انخفاض في ضغط الدم بسبب توسع الأوعية الدموية. طبعا هذا الانخفاض يعود طبيعي بعد الإنجاب. طيب في هذه الحالة كيف تتصرف المرأة الحامل؟ المرأة الحامل بشكل عام إذا كان لها أعراض يكون في لها فحص دوري مع دكتورة الولادة. نعم. مع فحوصات الأملاح وفحوصات فحوصات الزلال وفحوصات السكر، فحوصات الدورية للمرأة الحامل. نعم. في حال أنها لا تعاني من أي أعراض متابعتها فقط بس نقول لها نشرب سوائل كثير. في حال لو تعرضت في المنزل الى انخفاض حاد، كيف احنا نقدر ننقذها؟ نعطيها تشرب سوائل كثيره بحيث انها تزيد من كميه الدم ويقل من انخفاض ضغط الدم. نعطيها سوائل تكون فيها شويه نسبه ملح مع رفع، طبعا اذا في حال اصابتها بالاعياء وفقدانها الوعي. نعم. نفس ما قلنا بالبدايه نخليها على الارض ونرفع رجلين لفوق. طيب دكتوره، في حال مثلا حدث لديهم هبوط في ضغط الدم بعد تناول الطعام تحديدا في المنزل، كيف نقدر نتعامل معاهم بالطريقه المناسبه؟
طبعا الاسعافات الاوليه نحطيهم على الارض ونرفع الرجل شويه فوق على مستوى القلب لمده 5 دقائق، نعطيهم مشروبات. طبعا في حال قصنا السكر، شفنا السكر منخفض، نفس الاسعافات الاوليه اللي شرحناهم البدايه. طبعا الكبار السن لديهم بطء في الاستجابه بين المخ والجهاز الدوري، لذلك يحدث لديهم هبوط بعد الاكل. ايضا كذلك المرضى كبار السن اللي ياخذون ادويه مستمره، ادويه القلب والسكر والادويه الشلل الرعاشي والنسيان، يفضل ان نعطيهم ان وقت ما يكونون يالسين مثلا ما يكون فجائي، يكون بالتدريج. وفي حال ان وقت استيقاظ من النوم وعندهم تاريخ طبي هبوط في ضغط الدم، يفضل ان وقت الاستيقاظ يفضل انهم ان يجلسون تقريبا دقيقتين 3 دقائق ثم الاستيقاظ او الوقوف. نعم. وليس الوقوف مباشره بعد الاستيقاظ. طيب دكتوره، لو تعرض مثلا كبار السن الى حاله اغماء وقمنا مثل الطريقه اللي قلتيها نحطيهم على الوساده ونرفع رجلهم، في حاله الاغماء كيف نقدر نتصرف؟ خلال 3 دقائق المفروض ان يرجع لهم الوعي، في حال ما رد لهم نتصل باقرب نتصل بالاسعاف ونوديهم لاقرب مركز صحي لمعرفه الاسباب. طبعا يفضل ان نسوي لهم فحوصات دم، فحوصات الاملاح، نشوف لهم السكر وعلي تنبني العلاج. نعم. طيب دكتوره، توصيات اخيره تقدميها للمشاهدين بشكل عام؟ المتابعة الدورية مع الدكتور في حال أخذ أدوية الضغط، أدوية السكر، كبار السن متابعة دورية كذلك. طبعا الأكل الصحي، ممارسة الرياضة، أخذ قسط كافي من النوم، شرب الكثير من السوائل. نعم. دكتورة خديجة إسماعيل، أخصائي أول في طب الأسرة، كل الشكر والتقدير على هذه المعلومات المفيدة. يعطيك ألف عافية. حياك الله. إذا مشاهدينا وصلنا لختام فقرتنا لهذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة، والآن لنا عودة مع زملائي في الاستديو.